عليكم. اليوم رانا في ولاية ميلا أو ولاية سطيف، من شاف المدينة هذه تحت الغوم العيد وين جات إذا في ميلا ولا في ولاية سطيف. على كل حال اليوم نروح نديرو جولة في مدينة تحت الغوم العيد، ورانا في جولة في ولاية تاع الشرق الجزائري. نشوف نروح نزور هذه الولايات اللي كتب ربي، إذا نروح ولاية ميلا وقسنطينة، ونزيد نشوف ولاية عنابة وسكيكدة والقالة، كل هذه الولايات إن شاء الله لقدنا ربي نزوروها. إذا تابعونا على القناة، تابعونا اليوم. رانا في الان في مدينه شيل غوم العيد، نروح نكتشفها مع بعض، نروح نشوف بلا ما نكثر التعليق بزاف. نخليكم تابعوا الفيديو هذا، نخليكم تابعوا هذه الرحلة في مدينة شيل غوم العيد، والسلام عليكم.